شي وحدين هم والدراري هادو اللي مشدودين دابا راه ما دايرين حتى شي حاجه اخويا ما والو. الناس اللي داو من هذيك الباخره الذخيره ديالها راه باقي طائم مطلوقين، والدراري هادو راه جاو هنا ظلما وعدوان اخو. انا ما عرفتش ديال من اخويا كاين 14 واحد ياك سميت 14 دري دابا شدان عشوائي، فهمتي؟ شدان ديال رجال الامن عشوائي ما كذبش. حتى بالنسبه لك انت غادي على داركم، شكون انت شكون باك فين كتسكن؟ حتى ولو معمرين لهم دواسي ديال الجنايات مصيفطينهم من الحشومه صح، حشومه صاحبي، خصهم من رجال الامن يمشيو يفتحوا تحقيق نزيه. اما بالنسبه للدراري هذو راه مساكن، راه خويا راه لا اله الا الله، ومن ضمن ديالهم الخوادري والدراري ولاد الدرب من عائله وحده، ماشي وما فيهم شي واحد اللي مجرم ولا عنده سوابق عدليه ولا شي حاجه. كل كبير فيهم عنده 30 عام اكبر بخيره جا، يعني جاب البحر لصق على الحجر، فهمتي؟ خارجه مع البحر ما تلصق بحال نقولوا الكوسطه صافي. ومن كانوا بزاف ديال بنادم، ما كانش غير هذا 14 ولا ناس كتفرج عادي، اللي دا شي حاجه راه داها. انا خويا نزيد في لافيراي واقيلا كدير داكشي ديال لافيراي وكتمشي فهمتي، كتمشي لافريك، ما كتخدمش هنا في المغرب، كتمشي لافريك، لافريك البرازيل، هادشي اللي المعلومات اللي واصلاني انا عليه. شحال تعتقلوا دابا؟ تعتقلوا 14 اخويا، 14 واحد اللي تعتقلات. طالب ديالنا خويا بان يكون تحقيق نزيف بالنسبه للدراري اللي مشدودين هذو. انا راه الدراري بريئين وهما مشدودين بلا محجوزات بلا حتى شي حاجه، فهمتيني؟ بلا محجوزات بلا حتى شي حاجه. الدراري كاين اللي مريح حدا باب دارهم، هزوه جابوه داروا لي دوسي لصقوا ليه، غيمشي للحبس فابو. عندنا الامن الوطني، الامن الوطني. شحال وقعت تقريبا الواقعه هذه؟ اخويا مع ديك 12 ديال الليل تقريبا، 12 ونص. انتوما درتو شي محامي؟ باقي ما درنا لا محامي، باقي ما عرفناش اصلا يعني الدوسي ديالو اشنو اللي عنده. تقريبا شحال المده باش تعتقل؟ مع شي 5 الصباح، لا ماشي 5 الصباح، شحال يومين 3 ايام؟ لا 24 ساعه دابا، 48 ساعه واقيلا دابا اللي واصله لهم دابا، 48 ساعه من الاعتقال. بالنسبه انا بالنسبه للدراري اللي كانوا كيسحبوا رؤوسهم دخلوا، فهمتي؟ ما عندهم لا مع حساب لي كارت وداكشي، حتى ولاو معمرين لهم فلابي جي دايرين لهم محاولات سارقه ولا سارقه ولا شي. سيد عبد الله بالحاج معروفين عوامه، سمعتيني؟ معروف واخا يكون حدا فندق يدخلوا البنادم، يعني داخلين باش يعتقوا عباد الله. والدراري هادو ما داخلينش، هادو داكشي ديالهم من وسط الدرب، من وسط الدرب ديالنا ماشي حدا البحر. يعني ذاك الوقت اللي جا الرونفور ديال الامن الوطني اللي لقاوه خارج في هذيك الفتره غيديو دير ولا ما دير. جات الناس هذوك اللي معتقلين، انا بحالي بحالك راه شوم حدا البحر، وانا كنقول لك خوادر ديالي كان في حاله السكر اصلا في الاصل، يعني انسان فاقد الوعي، حتى ولاو شادين حدا باب الدار وما كانش اصاحبي. وعنده وليد عنده 5 سنين، والدراري مساكن هادو اللي مجدودين والله ما كان فيهم شي واحد. يعني الدراري قلت لك ما عمرهم شافوا حتى ديك 24 ساعه ولا 48 ساعه ديال الكوميساريه، ما عمرهم شافوه كثير. بالنسبه للشهود كان شي شهود؟ كان شي ناس؟ واه شكون شكون غيشهد معاك؟ يقول لك اللي غيشهد غيلصقوني حتى انا معاه. شكرا خويا الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في قناه اش كاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. اذا عجبكم المحتوى بارطاجيوه مع اصدقائكم، ولمزيد من الاخبار تيليشارجوا تطبيق اش كاين من بلاي ستور واب ستور.